تروح هناك تلقى أسلحة، تلقى لباس عسكري، لباس عسكرية. لكن وصل مرحلة أختام مسؤولين في الدولة تباع في سوق الجمعة. أحد الأختام اللي لقوه حق الشيخ حمد جابر العلي الصباح في سوق الجمعة، يعني باكر أي واحد ياخذ هالختم ويوقع فيه أوراق اللي تنباع في سوق الجمعة قد يستغلها. شوفوا التقرير. هذا ختم لقيته بأحد الأسواق مقطوط وبيد ناس يتعبثون فيه من ضمن الأغراض اللي ينزلونها المستعملة، لكن يوم تهيكت على الختم لقيته لحمد جابر العلي الصباح. فمع الأسف إذا كان مسؤولين مكتب حمد جابر العلي الصباح يقطون أغراض المسؤولين بهالطريقة، مع الأسف هذا هني شوفوه حط لكم شوفوه. وهذا الختم، هذا غير الأوراق اللي راحت وأخذوها قطعوا بزبالة وسيديات وأغراض ثانية تخصه. أنا ما لحقت إلا على هالختم. القضية مو بس قضية ختم لشيخ، القضية هناك قضايا محاكم في وزارة العدل ترمى في أسواق الجمعة، هناك في قضايا خاصة يلقون فيها ملفات سديات أمور خاصة، يعني الواحد يتأكد من الأمور الخاصة قبل ما ترمى في سوق الجمعة. فضيحة سوق الجمعة، اللي يبي شيء مضيع يروح سوق الجمعة. الحل